إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها في عالم سباقات الفورمولا يا إخوان. سأقضي على هذا الإنسان وعلى هذا الإنسان. راسك ضعيف. أنتم موجودين هون، هذول الاثنين إخوان موجودين هون وعايشين هون، جئتهم من قطر حتى أقضي عليهم وأمضي، مش عادي. هاي وجهي نفس الكول أوف ديوتي، هاي وجهي يا تعبان. لا فورمولا، لا كول أوف ديوتي، لا شيء. في كرة القدم بدعسكم ورب الكعبة. احنا موجودين اصلا في هذا الايفنت بدعم البلاك اوبس 6، اللعبه راح تنطلق تاريخ 25 اكتوبر ان شاء الله، وهي واحده من اشهر سلاسل الالعاب يا اخواني، الفيرست بيرسون شوتر اللي هو الطخطخه من منظور شخصي. حلو يا اخواني، شعار اللعبه الجديده بلاك اوبس 6 موجود على الهلمه تبعتي وعلى اسمي، فتصيب لو خسرت. انطلقنا. جاهز لصوت الدر. يلا جاهز لصوت الدر. يلا يا ابو عداد. الله يقطع تعبان. الان انا مع السيد، السيد راح يعطينا تعليمات القياده، لان الموضوع مش سهل على الاطلاق. لازم افهم على الشاشه الامور المتعلقه بقياده سياره الفورمولا 3. تعال نفهم مع السيد. Pull it towards you and the steering wheel will come off. Okay. Same with the seatbelt. If you need to remove the seatbelt, turn the buckle 90 degrees. It will release all of the seatbelts. لا يا عم عطلي الفورمولا، يا عم الفورمولا، عطلي الفورمولا. جاهز الان لتجربه قياده حقيقيه يا اخوان. برجع بقول الاخطاء ممنوعة، احنا على حلبة ياس يا اخوان لسباق السيارات، وهي حلبة حقيقية وفيها تكون الجولة الأخيرة في سباقات الفورمولا 1 في كل موسم. هنا يتواجد أشهر سائق العالم في الفورمولا 1 لتحديد بطل العالم. على نفس الحلبة راح نلعب وأنا جاهز إن شاء الله. انطلقنا. السلام عليكم. أقدر أقول الآن مما لا شك فيه إني عشت تجربة القيادة على حلبة دولية للسباقات. بقدر أقول كمان إني بت الآن أشعر بشعور سائق الفورمولا 1. بمعنى آخر، من الآن فصاعدا إذا تابعت أي سباق فورمولا 1 بقدر أقول عشت شيء من هذه التجربة وبت أشعر بشعور السائق الحقيقي. تجربة رائعة جدا. اليوم أنا عملت إشي ما سبق عملته في 34 سنة سابقة. انطلقنا. هوش على الدفع، هوش هوش استنى استنى، هوش على الدفع، هوش 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 على الدفع، هوش على الدفع. روعة، بعشق هاي المشاهد. وانا زي بيمثلني يعني، جبته يعني. هوش هوش على الدفع، روعة 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 روعة. هوش ما هوش ورب الكعبة. حجم قصني شو هيلعبوا؟ حجم قص حجم قص حجم قص. وسع المشهد يا احمد، مشهد يا احمد. الزلمة عم يطلع عليهم بقول فازوا العرب، طغوا العرب في الكرم. احمد دخل اللعبة. انا بحس الفوز لا المختلف ولا هيدفع؟ مين فاز؟ مين هيدفع؟ مش هيدفع؟ اوف، هذا دخول متأخر وفوز. دخل دخول متأخر هيفوز ورب الكعبة. خسرت ولا فزت؟ انا بس خسرت. انا خسرت. شو السالفة؟ ليش الموقع؟